الحقيقه لان دوك البنيات راه ماشي ولادكم، هذوك البنيات راه مطورات راه ملي كنشوفوا البليته قدامنا بحال صافي راه كبدتك هذيك، ما يمكنش غادي تنتعامل مع نفس المعامله ديال البنيات ديالنا واخا بغات واخا ما بغاتش. والله يجازيك بخير حتى على هذيك الكلمه ديالك الطيبه اللي غتخزي، هذا راه مسؤوليه هذه ستي بارك الله فيك. ومن خلالك كنشكر حتى دوك الاباء اللي ما حضروش واخا ما حضروش، المهم راه كنشكرهم. عندنا ثلاثه مع الاسف على السيد عايد من العضو النسوي بقى ما تعقدش مع النص ما تجيش غير مازال ما تعقدش. واحد كيدير واحد الفون دخلت هي باش ما نسرحش السيد مدير المؤسسه ديال السراج عايد لقيت هو كان مشينا له واحد المشكل بسيط ديال واحد 100 وراه داكشي اللي قال لنا حتى غزال زعما شكرنا ياك راه ماشي ضروري نجي نقول لكم داكشي راه كيدير الصدق واصله. حنا كنشوفوا البنيات كيفاش كيتعاملوا، كنشوفوا البنيات اللي كيدخلوا عندنا المؤسسه كيفاش عاملين، تنشوفوا الاداب ديالهم، تنشوفوا الاجتهاد ديالهم، عارفين بان كاين ناس مورا هذه المسائل هذه، الدليل لان النتائج تبارك الله ديالهم كيعمرها تقريبا 100% واجد متفوقه، ونتمناو ان شاء الله نزيدوا مازال قدام ونخرجوا واحد المرأة ديال بمعنى الكلمة، مواطنة صالحة للبلاد الأسرة ديالها إن شاء الله المجتمع معاها.